إذا مشاهدينا ومتتبعينا على الصفحة الرسمية شوف تي في، نجدد ترحب بكم هنا بمدينة فاس. حنا الآن كنتواجدوا في قلب المدينة العتيقة عند السي الشتوي صانع ديال السروج. هنايا تبارك الله عليه، إنسان خلوق تبارك الله عليه، تحية خالصة للقلب ليلو. كما كتشاهدوا هذا هو السرج، هو كيتم عملية أنه كيسرج مثلا، هذا هو العود، هذا كيتم التسريجة ديالو كما كتشاهدوا مشاهدينا. تسريجة باش تعرفوا تفاصيل ديال السرج وتعرفوا السرج كل ما يدور حول السرج. السي الشتوي غادي يشرح لنا كما كتشاهدوا. ما احلى الصناعه التقليديه ديالنا، الصناعه التقليديه راه هي رائعه جدا وراها كنز اثري عندنا هنايا. الصناعه التقليديه السرج على حقه وطريقه. هذوك المجادل هذا الصراع، الصراع هذا الصراع ديال اللي كيكونوا في الجام في فاس، في الجام في كي ديال العب. كما قلنا على اللسان ديالو بان هذا هو سرج العمر ديالو تقريبا 70 عام على حقو طريقه. هذا السرج هذا هو غادي يصوب لنا، ممكن تشرح لنا كل حاجه المواطن يعرفها. هذا دابا كيتسمى الزيف، هذا الزيف تحتاني الزيف كيتسمى الزيف. هذا اللي فوق العظم، هذا العظم هو الاصلي علاش كيتم التصير كامل. هذا الدير الصدرة ديال العود، العود هذه كتسمى الغبارة اللي كتجي من فوق، هذه كتسمى البلادة كتكون هنا في العنق ديال العود بحال الكرافطة. هذا القب هو اللي كيكون في الراس ديال العود، كيكون هذا القب هذا، كيكون هذا الفاس هذا في الفم، في الفم هو كيكون هنا عاوتاني تاع العبور. هادو الصروع ديالو هما باش كيفاني العود، باش كيشد عندو يجر العنق. دابا هذا هو السرج كومبليت واجد تبارك. كما كتشاهدوا مشاهدينا ومتتبعينا على الصفحه الرسميه شوف تيفي، هذا هو السرج واجد صناعة يدوية 100%. كما كيقول السيد بغينا نعرفوا مناش كيتكون السرج هذا، مناش من الجاد من الخشاب. السرج هذا كيتكون من عدات، من عدات قطع. اولا كيتكون من الجلد ومن الصقلي ومن الخيط ومن اللوبر ومن الحرير، وهادشي كله كيخدموه صناعيا. صناعيا، إذا كان بزاف د الناس كيخدموا هاد السرج. عادات صناعية. دابا السرج فيه 46 قطعة. دابا أنا نقدر نوريهم لك. دابا بالنسبة لهذا الصقلي المعلمة كتصوب، كل واحد كيصوب بوحدو. لا. اشرح لنا. يلا واخا. خليكم معنا مشاهدينا ومتتبعينا على الصفحه الرسميه. نعتذر عن قطع البث، المعلم ديال السروجه غادي يشرح لنا قطعه بقطعه وغادي يشرح لنا شكون اللي كيصنع. بمعنى كلمه قال لك ان السروجه كيدخلوا فيها تقريبا 46 قطعه، بمعنى ان 46 واحد كيشتغل على هذا السرج، منها الصقلي منها الجلد منها الخشب منها شحال من حاجه باش كيتصوب هذا السرج. وعاد المعلم اللي كيجمعوا هذا الشيء هذا كامل
بايادي مغربيه مأبناء بلادي يا زينه البلاد. تحيه لك اخويا محمد العمراني، مرحبا الف مرحبا. احنا الان كنتواجدوا في قلب المدينه العتيقه من منطقه قرنيز. كتخدم من هاد الجلد هذا، الجلد فيه البلدي، جلد البلدي فيه الرومي خلط، هذا البلدي، هذا الجلد البقري ديال البقري، وفيه الجلد ديال العنزي، لأن هذا ديال البقري كيخدم التبطيل التحتاني، والجلد ديال العنزي كيخدم الوجه ديالو، العنزي كيخدم مشاهدينا ومتابعينا على الصفحه الرسميه، راه ما بغيناش ندخلوا للمحل حيت البث كينقطع، لان الكونيكسيون الداخل راه ما كايناش، هادشي علاش حنا في خارج المحل على حساب الكونيكسيون، تابعين الكونيكسيون، الكونيكسيون راه مشكل كنطيحوا فيه. غادي نخليو المعلم يزيد يشرح لنا السلام عليكم، بارك الله فيكم، الله يعاون، كي داير لاباس؟ السرج سيدي كيتكون، هذا السرج البلدي الاصيل المغرب، وكيتكون من عدد القطع. الا بغينا نعرفوا السرج الاصيل ديالو راه كيخصو واحد الوقت طويل باش يتعرف. حنا دابا راه حنا غير غنختصروا، حيت دابا مع هاد الجائحه وهاد كورونا كلشي جالس، دابا راه حنا شادين ما جالسين، وانا نجلس تحيس مع هذا الراجل وعطيوه الوقت ديالو باش يعرف على الصناعة التقليدية وكيفاش دايرة. غنختصرو صافي نوريكم شي حاجة قليلة وصافي. أولا السرج كيتخدم هاكا، كيتفصل طراف، فيه 46 قطعة، كل قطعة علاش كتخدم، وفالتالي كيتجمعو كلهم القطع. أولا كيكون هاكا، وثانيا كيتعطى للمعلمة، وثانيا ملي كيتخدم هكا كيخدمو الصنايعي بحال هكا، ملي كيتطبع ويوجد بحال هكا، ديك الساعة كنعطيو حنا للمعلمة كتجيبو لنا بحال هكا كتخدم، واحد الوقت ما بين 4 شهور حتى 3 شهور، وهي خدامة في الطرف، كيتخدم بهاد السقلي هذا، السقلي الحر ولا؟ لا السقلي الحرة ما كاينش، كاين العادي جابون، كاين الحر ويني غير سميه الحر، قليل الحر، غير باش كنقداو دابا السقلي الوقت وصافي باش نكونوا واقعيين. من رانا منين كيجي هكا كيجي لعندنا حنايا كنحدقوه كنريقلوه، داك الساعه كنعطيوه للبرشامه، البرشامه عاوتاني كتبرشمو كتجيبو كيتجلس مع الصنايعي باش كيجمعو كل قطعة كيجمعها مع اختها، ويخيط ويريقل، وعاد يبدا يدوس السفيفة ويركب المجدول، تفهمنا؟ ويركب المجدول وداك الشيء ويحطو، ومن بعد كيخدم هاد الشيء كله في السرج. إنا دابا راه حنا غير كنختصرو لكم، يعني السرج فيه بالواحد ما بين 3 شهور حتى 4 شهور ديال الخدمة، عاد كيوجد. ومن بعد كيوجدوا صناعي كيحطوا ويتاكل على الله. شحال تقريبا الصناعه يدويه 100%؟ شحال السرج كيكون الثمن ديالها؟ الثمن ما محدوش، داك الشيء على حسب الكليه. على حسب الكليه. تقدر انت تطيحوا بواحد 100,000 والكليان ما يقدرش يستطيع يعطي داك 100,000، راه المعلم هو الكليان، هو اللي كيعرف الثمن السرج. انت غتصاوبو غتطلب له فيه مليون، هو غادي يعطيك فيه 100,000 ولا 80,000. داك الشيء على حسب الوقت.
ما عندوش السرج دابا، راه دابا في هاد الساعة الحين دابا دابا راه راه غادي في الانقراض، راه السرج غادي يقضيو عليه نهائيا. ما تدخلوا الماكن ودخلت الحاجة الرومية الأصالة السرج راه غتنقرض، راه يجي واحد الوقت اللي غادي يبقاو السرج البلدي راه ما غيبقاش. ما غيبقاش. علاش؟ ملي تصاوب انت السرج بحال هكا يطيح عليك 130 ولا 140 ألف ريال ودير واحد البركة ديالك، كيجي الشركة يقول لك أنا ما عنديش. كيمشي يشري السرج ب 30 ألف و 25 ألف روم ويمشي بها حالات. شنو غاتجلس انت دير؟ بحال دابا حنا من شهر حتى حنا جالسين. كيعشوا في جائحة كورونا من شهر ثلاثة. من شهر ثلاثة وحنا جالسين، ما ميتين ما حيين. كنهودوا كنحلوا نقيلوا هكا جالسين في العشية نطلعوا بحالاتنا. نهودوا نقيلوا هكا ونطلعوا بحالاتنا. صافي. ما كاين لا بيع لا شراء، هذا الشيء اللي كاين. حركة ناقصة. ما كاينش يكذب عليك شي واحد، راه والو اللي كتب الله والو. صافي. الحركة نقصت باش مع جائحة كورونا ولا كانت بدات قبل ملي دخلت الماكينة. ولكن ملي جات كورونا عاد زادت كملت. دابا هادي من شهر ثلاثة لهنا لا سقصى فينا شي واحد ولا قال لك شنو عندكم ولا كي دايرين ولا وتقول نهائيا. سيرتو المواسم التبور ديما بقى. لا مواسم التبور ديما، الله يهز علينا هذا البلاء. امين يا الله. شحال تقريبا نكونوا خدامين معاك انت؟ دابا في هذه الساعة راه ما كاين حتى واحد. الساعة ما كاينش. أما في الوقت كانوا عندي الخدامة، كانت عندي فوق 700 مرة خدامة معايا. وكان فوق 15 راجل. كل واحد وفين كيخدم. دابا بقى سير تجلس بحالاتك، سير بحالاتك، سير بحالاتك، سير بحالاتك. دابا بقات النوبة واقفة عليا أنا غادي نمشي بحالاتك. شنو غادي نجلس؟ بقات عليك أنت المعلم. أنا بقات عليا نمشي. السرج طاع عليا ب 140 ألف. وبعته ب 40 ألف باش نضيع حاجة. ما تتباع ليش. غير 40 ألف طلبت فيه وما بغى حتى واحد يديه. شنو غادي نجلس نديرو؟ يلا. ما كاينش. يلا. المحل مشري ب 20 مليون. 40 مليون السلعة راه راقية. شنو غادي نجلس نديرو؟ يلا. لا كاين ما يدير. الله يعز علينا. امين امين امين. المشاهدين والمتابعين على الصفحه الرسميه كما تابعتوا معنا وكما شاهدتوا، كانت هذه هي جوله خفيفه طريفه مع الرجل الطيب سي الشيوي. شرح لنا تفاصيل ديال السرج ومنين كيتكون السرج والعود اللي كيجيو يلبسوه، هاد الحوايج اللي كيلبسوهم هاد السرج هذا وكل حاجه عطاكم الاسم ديالها. ضربوكم وعيد اخر في بث اخر ولا في مدينه فاس. ما تنساوش معنا. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم.